جريمة محتملة الأركان لم تحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941. هذه الجريمة أساءت إلى سمعة مصر في الخارج. جميع وسائل الإعلام في الخارج وجميع نقابات الصحفيين العرب والعالمية استنكرت هذه الجريمة. يمكن احنا عندنا ان شاء الله غدا دعوة لاجتماع جمعية عمومية لنقابة الصحفيين. اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين سوف يسبقوا لقاء مشترك بين مجلس النقابة والزملاء رؤساء مجالس الادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والزملاء اعضاء البرلمان واعضاء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية المنتخبين والزملاء النقابيين ونقباء الصحفيين السابقين. بأمانة شديدة أنا عايز باسم مجلس النقابة أوجه الشكر لجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. الذين تفاعلوا ورفضوا إهانة نقابتهم. الذين تفاعلوا فوراً ورفضوا إهانة نقابتهم. الذين رفضوا إهانة نقابتهم. البعض يحاول الوقيعة بين الجماعة الصحفية ولكن محاولاتهم سوف تفشل بإرادتنا جميعا. نقابة الصحفيين هذه النقابة العريقة التي خرجت منها ثورتين متتاليتين واحتضنت كل فئات الشعب المصري وتعتبر الملاذ الآمن لكل فئات الشعب المصري سوف تنتصر على أي محاولات للوقيعة بيننا. سوف تنتصر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.